شاب بسبب فضوله اشترى كتاب سحر، وكم المعاناة اللي شافها من ورا الكتاب ده حقيقي مرعبة. ازيكم يا أبطال؟ بما ان الناس كتير الفترة اللي فاتت قالت لي اتكلم عن كتب السحر، فالفيديو ده تحديدا ليكم انتم، فخلونا ما نطولش وندخل على طول في احدث القصة. صاحب القصة بيحكي وبيقول: انا ابراهيم وعندي 20 سنة، وانا شاب عندي فضول رهيب، كل حاجة غريبة بسمع عنها بحب اجربها، حتى لو الحاجة دي هتكون مؤذية برضو بجربها. يعني مثال على كده، مثلا دخلت قبل كده بيوت مهجورة كتير جدا، ولكن اللي عملته المرة دي رغم انه يبان عادي الا انه اصعب واكتر حاجة مرعبة عملتها في حياتي. اللي عملته المرة دي اني جبت كتاب سحر، كتاب سمعت ناس كتير بتتكلم عنه وبيقولوا عليه كلام مرعب وانه بيحضر الجن. فبدون ذكر اسم الكتاب اللي اكيد معظمكم عارفينه، ولا ليه ما اقولش اسمه، انا لازم اعرفك بيه علشان ما تشتريهوش. الكتاب كتاب شمس المعارف الكبرى، فاوعى حد يفكر يشتريه لان اللي حصل معايا بسببه كان مرعب جدا. المهم اشتريت الكتاب وروحت بيه البيت، والكلام ده تحديدا كان حوالي الساعة 12 بالليل، وحضرت طقوس معينة كده انا متعود بعملها لما باجي اقرأ، يعني كوباية قهوة بهدي النور، ولان ده كتاب عن السحر شغلت له موسيقى هادية كانت مرعبة، ومسكت بعديها الكتاب وبدأت اقرأ فيه. كنت بقرأ وانا عامل كده قرفان، مش فاهم من الكتاب اي حاجة، حروف عمالة جمعها ببعض وما بتديش اي جملة مفيدة. فضلت اقلب في الكتاب ان الاقي اي حاجة فهمها، ولكن مفيش، ما كانش فيه غير حاجات بسيطة قوي عبارة عن اسماء الله الحسنى وايات من القرآن الكريم. اما اللي شدني للكتاب فعلا هي الصور، الصور اللي فيه كانت غريبة ومرعبة جدا. فقلبت في الكتاب كله لحد ما شفت كل الصور وقريت كام صفحة فيه وبرضه ما فهمتش حاجة، فبعدها قفلت الكتاب وقلت ايه الهبل ده، وما كنتش اعرف ان الهبل اللي انا مش فاهمه ده تحضير للجن. وقفلت الكتاب وولعت النور ودخلت علشان انام، ووقتها كنت حاسس بخنقة غريبة جدا معرفش ايه سببها. الموضوع ده كان اول مرة يحصل لي، وكأن حد مسكني من رقبتي كده، ولكن ما حطتش في بالي وقررت انام. وبالفعل وبعد معاناة قدرت اروح في النوم، ولكن ما عداش لحظات وقمت مفزوع على صوت حاجة بتقع في الشقة. كان صوت حاجة ازاز بتتكسر، فقمت وانا مدروخ كده ابص في الشقة، وكان صوت الحاجة اللي اتكسرت دي جاي من المطبخ. فلما دخلت المطبخ علشان ابص ما لقيتش اي حاجة مكسورة، فاستغربت كده، ولكن قلت ممكن الصوت ده يكون جاي من عند الجيران، ورجعت تاني على السرير علشان اكمل نوم. والمرة دي قبل ما عيني تروح في النوم سمعت تاني حاجة بتتكسر، ولكن ما لقيتش حاجة للمرة التانية، ولان الموضوع اتكرر اكتر من مرة النوم راح من عيني. فقمت وقعدت على السرير ومسكت تليفوني، وجي في بالي وقتها ان ابحث عن كتاب شمس المعارف الكبرى واعرف اكتر الكتاب ده ممكن يعمل ايه. وجي قدامي فيديوهات لقصص رعبتني جدا لانها بتحكي حاجات نفس اللي حصلت معايا لناس جابوا الكتاب وحاولوا يقروه ولكنهم ما فهموش منه اي حاجة، وبرضو اللي شدهم للكتاب كانت الصور المرعبة والطلاسم، الطلاسم اللي هم وانا حاولنا نجمعهم وهم طلعوش في الاخر اي جملة مفيدة، ولكن اللي ما عملش جملة مفيدة في عالمنا عمل اقوى قسم في عالم تاني وحضر لهم الجن في قلب بيتهم. وانا بسمع قصة لشخص كان بيقول فيها في الليل بدأت اسمع في الشقة صوت حاجة بتتكسر، وقتها لما سمعت الكلام ده انا اترعبت لان ده اللي بيحصل معايا دلوقتي. فمن الخوف قفلت القصة وقلت اكيد دي قصة خيالية فبلاش اتفرج عليها علشان ما اوهمش نفسي، خصوصا كمان لان عايش في البيت لوحدي، وانا عايش لوحدي في البيت لان اهلي منفصلين، فقررت من وقتها اعيش لوحدي مش مع حد فيهم. فقفلت القصة وقعدت مكاني وانا مرعوب، ووقتها اللي كنت خايف منه بدأ يحصل، سمعت صوت حاجة بتقع في صالة البيت. فقمت وقتها وانا مرعوبة بص عليها لقيت كتاب شمس المعارف اللي كنت حطه على الترابيزة واقع في الارض، وكان مفتوح وبيتفر فيه كأن حد قاعد بيقرأه، وعرفت كده ان حضرت فعلا حاجة وانا معرفش. واللي اكد لي كده كمان ان حسيت بهوا سخن عدى من قدامي مرة واحدة، وده بالرغم ان انا قافل كل شبابيك وبيبان الشقة. فسميت بالله وانا مرعوب وعملت نفسي مش واخد بالي، وقلت البس بسرعة واخد بعض وانزل من البيت، ولبست بسرعة ورحت عند باب الشقة علشان افتحه وانزل. اترعبت، باب الشقة ما كانش موجود، اللي كان موجود مكانه وقتها كانت حيطة. فخفت جدا وجالي حالة صدمة وفضلت ادور على الباب زي المجنون، وكان كل شوية الباب يظهر في مكان واول ما روح يمته يتحول لحيطة مسدودة. فوقفت وقتها في نص صالة البيت وانا مبرق ومرعوب لحد ما سمعت وقتها شيء
شيب شعر راسي. صوت مرعب معايا في المكان بيقول لي عايز تروح فين؟ انت مش اقسمت عليا ان اجيلك؟ وديني حضرت. كنت عايز ايه؟ من الموقف المرعب اللي كنت فيه معرفش ايه اللي حصل، انا لقيت الدنيا بتلف من حواليا وعيني بتتقفل وبقع في الارض، وبعد شوية قمت مفزوع على صوت حاجة بتتكسر، ولما قمت لقيت نفسي في الأوضة على سريري، فحمدت ربنا إني كنت بحلم، ولكني سمعت صوت نشف الدم في عروقي، نفس الصوت بيقول لأ ما كنتش بتحلم، أنت أقسمت عليا بالحضور وأنا حضرت، وهي حاجة من الاتنين، يا تصرفني يا هاخد روحك، وبدأ يتجمع قدامي دخان ويتشكل في شكل ظل أسود ضخم، فسميت الله وأنا مرعوب وقلت أنت مين؟ قال لي أنا طارش ملك من ملوك الجن، وانت حضرتني ولازم تصرفني. فقلت برعب طيب ما تنصرف. فبصلي بغل جامد وقال لي انت بتلعب، انت فتحت بوابة بين العالم بتاعنا والعالم بتاعكم، وحضرتني من قلب البوابة دي، والبوابة دي بعد ما بحضر بتتقفل على طول، ولازم تفتح لي بوابة تانية علشان ارجع منها، ويا كده يا هاخد روحك. وفجأة الظل الاسود والصوت اختفوا. فمسكت تليفوني وبدأت أكمل قصة الشخص اللي كنت بسمعها، اللي حصل معاه نفس الموقف اللي حصل معايا، على أمل إن نعرف هو خلص الموضوع بتاعه إزاي. وعرفت إن الشاب ده اضطر إنه يتعلم إنه يفتح بوابة تانية علشان يعني ينقذ نفسه، ولكن ده كان مقابل إنه يخرج من الملة وما يكونش مسلم، لا وكمان يعمل حاجات ما ينفعش إن أقولها، لأن بمجرد ذكرها جسمي بيقشعر وبستغفر الله، لأن الحاجات دي فيها إهانة لمقدستنا. فقلت لو إيه مانيش هعمل كده، حتى لو الجن ده هياخد روحي. وشوية ولقيت الدخان رجع يتجمع تاني وعمل ظل أسود ضخم جدا، وقال لي ها عملت إيه؟ قلت له أنا مرعوب علشان أفتح البوابة دي لازم أعمل حاجات معينة. قال لي وهو بيضحك وهتعملها. فعرفت وقتها إن ده بيكون فخ علشان يوقعوا الناس في الكفر ويخلوهم يعملوا حاجات تطلعهم من الدين. فأقسمت له بالله مانيش عامل كده. فتحول وقتها وش الظل ده لمنظر بشع جدا، وكان بارز وواضح وكله غضب، وقال لي انت اللي جنيت على روحك. وقتها وبشكل مفاجئ جه على بالي ذكر والدي كان قايل لي عليه من 10 سنين وانا عيل صغير، وكان الذكر ده لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذكر ده انا ما كنتش فاكر بتاع ايه ولا ايه اصلا اللي جابه في بالي وعلى لساني دلوقتي، ولكني لقيت نفسي بكرره بسرعه وكتير وانا مش خايف. والكائن ده فضل يقول لي اسكت، وكل ما يقرب مني يتنطر ويرجع لورا وكانه بيتكهرب، وفضل حجمه يتضاءل جدا لحد ما اختفى. وبعد ما اختفى حسيت وكان حاجه اتشالت من على قلبي، والخنقه اللي كنت حاسس بيها بدات تروح. فحمدت ربنا واستغربت الذكر اللي انا قلته ده، ودخلت وبحثت عنه وعرفت ان الذكر ده اللي بيقوله 100 مرة الجن ما بيقدرش عليه. فحمدت ربنا وعرفت انها مساعدة الهية من عند ربنا، لان حتى وانا بقول الذكر ده ما كنتش عارف هو ايه. والحمد لله من بعد الموقف ده ما بقاش الفضول عندي زي الاول، وخصوصا من يمة الحاجات المرعبة دي. والمستفاد اوعى تقرب من كتب السحر، مش بس تقرأ فيها. كان معاكم عبد العزيز او ملك الليل، ما تنسوش اللايك والاشتراك وبس كده.